اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده وحلقه خاصه من برنامجكم الوطني انجازات وطنيه، كما عودناكم نستضيف نخبه النخبه من ابناء هذا الوطن العزيز، وضيف حلقتي لهذا اليوم ضيف مميز اثبت همته وبراعته، رحبوا معي باحد اعمده هذا البلد بسعاده الدكتورة رائد عبد الحليم جوده وهو اشهر من ان يعرف في هذا القطاع، قطاع استشاري طب وجراحه العظام والمفاصل. بداية أنا دكتور رائد يسعد مساك مساء الورد أهلا وسهلا فيكم وشرفتونا سعادة الدكتور نعرف السادة المشاهدين أكثر من هو سعادة الدكتور رائد عبد الحليم جودة وعن بداية سيرة حياتك العلمية والمهنية استشاري طب وجراحة العظام والمفاصل جميل جميل تخصصت في هذا الفرع من الطب نظرا لتميزه او تنوعه بهذا المجال <applause> آه كما نعلم جميعاً جراحة العظام ليست هي كسور فقط صحيح. جراحة العظام هي تشمل كافة الأمراض آه والجراحات المتعلقة بهذا المجال سواء بالأطراف العلوية أو الأطراف السفلية آه أو العمود الفقري أو م -م. هو جراحة عظام الأطفال اللي شوية إحنا آه في عنا شوية تميز كمان وعنا عدد من المرضى آه الحمد لله بهذا المجال آه مثل الحالات خلع الورك الولادي بالإضافة إلى استبدال المفاصل، هو يعني بالمجمل هو اختصاص متنوع، <applause> آه لا يحتصر ما, ما في آه شامل، مش يعني مش محدود بمجال معين. جميل. سعاد دكتور تحدثنا الان اكثر عن هذه العياده للدكتور راد عبد الحليم جوده، متى تم افتتاح هذه العياده؟ افتتاح العياده كان بشهر ديسمبر شهر 12 2004 في بداياتها كانت زي اي عياده خاصه العدد كان محدود اذا الواحد كان يعني مثابر على نمط معين بشغله بحياته باخلاقه مع المرضى بده يكسب عدد كثير كبير من ثقه الناس ويزيد عدد المرضى والحمد لله يعني انجزنا بهال من 2004 على الان نوعا ما في وجود بالقطاع الخاص في <applause> عندنا يعني استطعنا انه نخدم عدد كثير كبير من المرضى ونقوم باجراء اغلب العمليات اللي احنا حكينا فيها سواء باستبدال المفاصل الصناعيه بالورك والركبه خصوصا <applause> حالات الاصابات الكسور بانواعها كسور <applause> الاطراف بالطرفين العلويين والسفلين حالات علاج حالات خلع الورك الولادي كمان في تميز حالات منظار الركبه كمان آه، الاستئصال الغضاري في الهلاليه الانسيه والوحشيه والرباط الصليبي عن طريق المنظار يعني في تنوع بالشغل وفي عندنا الحمد لله عدد آه مميز من آه حالات المرضى <applause> جميل سعد دكتور رائد تحدثنا عن اكثر عن ابرز حالات المرضى اللي واجهتها في هذه العياده والتي تمت معالجتها عن طريق الدكتور رائد الجوده آه، هلا ان جنرال يعني احنا بنحكي بالمجمل آه اللي بيكون آه بعالج الحالات السهلة دائما ما بيكون فيها تميز مه. اللي بيخلي الطبيب إنه هو يتميز بكل القطاعات وبكل الاختصاصات إذا واجه حالات شوي صعبة وخصوصا إذا كان مجاله في جراحة زي ما إحنا يعني سواء مه. جراحة عامة أو جراحة عظام أو جراحة عمود فقري الحالات المعقدة اللي هي الحالات إعادة العلاج يعني بكون حدا مثلا عامل زراعة مفصل ركبة أو عامل زراعة مفصل ورك وصار في العمر الافتراضي انتهى أو لبعض الظروف أو بعض الحالات اللي بصير فيها التهاب بتصير حالات معينة عند بعض المرضى نقوم بإجرائها بيحولوها أو بيجوا على السمعة أحياناً بيحولوها أنه نعمل إعادة جراحة لهذا المفصل، هذه من الحالات المعقدة اللي تتطلب دراسة معينة ما قبل العملية وشرح للمريض شو طبيعة ال ال العلاج راح تكون، لما نقوم بإعادة زراعة مفصل ورك أو زراعة مفصل ركبة، ما بتكون حالة سهلة، نقوم بإزالة المفصل الأولاني، طبعًا زي ما حكينا بنقوم بتقييم الحالة ما قبل العملية، إذا في عنا التهاب، شو نوعية المفصل اللي, بدي اللي, اللي موجود، شو نوعية المفصل اللي راح نركبه مثلًا. بنجري آه العملية بنحط في في أنواع معينة من المفاصل، في تكنيك معين لازم يكون ما بعد العمليه في رعايه خاصه جدا مم. ومن الحالات اللي تتطلب جهد بدني وجهد عقلي ووجود شويه معلومات علميه عشان ياخذ المريض احسن نتيجه، والحمد لله عندنا مجموعه من المرضى يعني اخذوا نتيجه كثير كويسه. دكتور تحدثنا الان اكثر عن ابرز الحالات الاكثر شيوعا في المفاصل والعظام اللي اغلب الدكاتره في الاردن. آه اغلب حالات او عيادات جراحه العظام اللي بتصير اللي بيجي عندنا دائما حالات اللي هو الام الظهر، الام الركبه، الام الورك، الام الركبه اكثر شيوعا في عيادات جراحه العظام، اغلبها بتكون يا اما اذا كان الفئه العمريه اللي موجوده هي فئه عمريه صغيره او فئه فئه الشباب بتكون اصابات رياضيه زي اصابات الغضاريف الهلاليه الانسيه والوحشيه والرباط الصليبي، إذا كان العمر كبير زي اللي بصير عند الحجاج الكبار أو المتقدمين بالعمر بكون في عندنا تآكل متقدم في مفصل الركبة وهذا يستدعي إذا كان متقدم شديد يعني يستدعي مثلا استبدال وزراعة مفصل الركبة. جميل، سعد دكتور تحدثنا أكثر عن هشاشة العظام خاصة المنتشرة الآن لدى الأطفال، ما هي أسبابها؟ ما هي طرق الوقاية منها؟ هلا هشاشة العظام لازم آه نقسمها هل انه هشاشة أولية أو ثانوية. اللي معروف عنها دائما هشاشة العظام مش عند الأطفال بس عند كبار السن وبالذات آه الإناث السيدات. آه زي ما بنعرف بعد انقطاع الدورة الشهرية بصير في اختلال هرموني. آه في أحيان بكون في استعداد عائلي وراثي بصير في عند بعض العائلات اللي هو هشاشة العظام. هلا لازم نعرف انه هذا بنسميه اللي هو هشاشة العظام الأولية. في عندنا هشاشة عظام ثانوية اللي هي تنتج عن بعض الأمراض زي أمراض الغدة الدرقية، إجارات الغدة الدرقية، بعض الأدوية اللي بياخدوها عادة السيدات اللي ممكن تؤدي إلى هشاشة عظام عند الأطفال أو صغار السن بتصير بس هو ناتج هذا هي بكون هشاشة عظام ثانوية بتكون ناتجة عن أمراض معينة صار في اختلال هرموني عند المريض وأدت إلى هشاشة عظام كل فئة عمرية وكل نوع لها شاشة العظام إلى طريقة علاج معينة في بعض الأدوية لا يجوز إعطائها لصغار السن لأنها تؤثر مثلا عند السيدات اللي هم عندهم رغبة للإنجاب بتأثر على الإنجاب أو على على الجنين ما بنقدر نعطيها وفي بعض الأدوية إحنا ممكن نعطيها جميل ساعدك طبعا إحنا دائما بنسمع من أهلينا وخاصة الأطفال الصغار عن المشروبات الغازية أو بعض المأكولات أنا بتسبب هشاشة العظام شو نظريتك في هذه المقولة؟ يعني هاي بدها عشان نكون امنين بالمعلومه عباره عن دراسات كثير طويله في بعض الدراسات بتحكي انه قد تسبب هشاشه عظام بس يعني بالكميات الكبيره جدا 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 ولفترات كثير كثير طويله انا قناعتي الشخصيه مش بالعدد اللي يتم ترويجه اعلاميا يعني مش بي يعني ما بنلاقيها بالعيادات أن تثبت علميا انه هي تسبب هشاشه واضحه عند الاشخاص. جميل، سعد دكتور الان تحدثنا اكثر عن الكسور في العظام والمفاصل خاصه عند الاطفال او سن المراهقه، هل هذا هناك تاثير في النمو اللي سوف في المستقبل لديهم؟ الكسور طبعا ممكن تاثر عند الاطفال اذا كان قضاريف النمو لسه فاتحه. <applause> الاطفال بتعرف لحد عمر اذا كان ذكور او اناث لحد عمر في بعض العظام بتسكر على عمر ال 15 او ال 16 انجل غضروف النمو بتكون مفتوحه فاذا كان الكسر قريب من غضروف النمو او صار في اصابه لغضروف النمو سواء بالكوع اللي هو المرفق او بالركبه او بالفخذ قد يؤثر على شويه تشوهات او اختلال في النمو او طول مقارنه بالطرف الاخر بتسبب طبعا بس مش كلها اذا كان الكسر هو كسر بسيط ما صار في اصابه لغضروف النمو او ما صار في عندنا اختلال في السطح المفصلي تبع غضروف النمو ما بيأثر بيكون هي عباره عن كسر عابر يتم علاجه على حسب طبيعه الكسر بالفتره تبعت الجبسين اللي هي محدده لكل كل كسر له فتره معينه وكل عمر له فتره معينه. جميل. سعد دكتور رائد عبد الحليم جوده، لو رجعنا الان لهذه العياده الجميله ما هي ابرز الاجهزه التي يتم فحص فيها المريض او تشخيصات المرضى؟ هو بشكل اساسي مش اجهزه هو العقل البشري هو اللي بيشخص باختصاصنا احنا جميل هلا في اختصاصات زي اختصاصات النسائيه، اختصاصات معينه القلب، الامراض الصدريه، بدهم اجهزه معينه، بس احنا باختصاصنا تعتمد بشكل شبه كلي على العقل البشري واخذ قصه سريريه وقصه مرضيه مفصله ومطوله من المريض <applause> نستعين في اغلب الحالات المعقده الى بعض الفحوصات المخبريه عشان نميز في عندنا التهاب او بعض الخلل في في فحوصات الدم نستعين باجراء بعض الصور الشعاعية ورنين المغناطيسي وهذا يعني ما بكون عاده في عياده جراحه العظام بكون بمراكز اشعه معينه جميل طبعا اعزائي المشاهدين بنذكركم بسعاده الدكتور عبد الحليم جوده استشاري طب وجراحه العظام المفاصل عضو الاكاديميه الامريكيه لجراحي العظام عضو جمعيه جراحي العظام السويسريه سعاده الدكتور الان حبينا نسالك من اين اتت هذه الشعبيه العاية لسعاده الدكتور راد عبد الحليم جوده زي ما حكينا في بدايه الحديث أه، السمعة ما بتيجي من فراغ أه، اول شيء في تميز علمي لازم يكون في عندنا تميز علمي في رعايه وعنايه واستقبال دائما بود للمرضى المريض اذا هو استقبل بترحاب من الطبيب وتم علاجه والعنايه فيه بشكل ودود وبشكل حرفي وتعامل الطبيب مع المريض بشكل حرفي وودود واعطاه الفتره الكافيه للعلاج انه يسمع منه منيح يتابع حالته اي يعني اي مهنه بهذا الشكل يتم اخذ سمعه طيبه فيها. جميل. سعاده الدكتور كل انسان له طموح، له نظرات مستقبليه، ما هي طموحات سعاده الدكتور رائد جوده لهذه العياده؟ انه نقدر نخدم اكبر عدد ممكن من المرضى، السمعه تزيد. يكون في تميز بالشغل نحاول ان نواكب كل مستجدات العلم احنا بشغلنا في اشياء كثير ما كنا نعملها بال2004 هلا هل صرنا نعملها نكون يعني في شموليه اكبر بال العلاج ونقدر نخدم اكبر عدد ممكن من المرضى صحيح دكتور إحنا, احنا اصلا يعني جزء من المجتمع فاذا احنا كنا متميزين مجتمعنا راح يكون متميز المجال الطبي كله راح يكون متميز بالأردن صحيح صحيح دكتور وإحنا بنفتخر فيك أنه أنت أحد الكفاءات الأردنية أحد أعمدة هذا البلد العزيز سعادة الدكتور رائد قبل أن يداهمنا الوقت نحن نرى الأردن عبارة عن وردة داخل حريقة أكيد. نعمة الأمن والأمان ماذا تعني لسعادة الدكتور رائد؟ يعني الواحد بشكر ربه أنه هو موجود بهيك بلد سمعتها أه طيبة عندنا تميز بالمجال الطبي معروف عالميا حتى لما نطلع على المؤتمرات على الولايات المتحده الامريكيه وعلى المؤتمرات الاوروبيه في حضور طبي اردني متميز وكبير في اغلب المؤتمرات العالميه وهذا ان دل بدل على التوجه لحكومتنا صحيح ولجلاله سيدنا ب تسهيل كل الخدمات للمواطنين للأطباء بحيث أن يكونوا قادرين على الحصول على أكبر درجات المعرفة والعلم <applause> ونحمد الله أنه عندنا نعمة الأمن والأمان في هذا البلد عشان تمكن الأخوة في الدول المجاورة اللي هم بحاجة لرعاية طبية أنه نقدر نخدمهم صحيح سعد دكتور رائد وأنا بضم صوتي لصوتك تحت هذه القيادة الحكيمة القيادة الهاشمية سعادة الدكتور في نهايه لقائي الجميل معك نعرف الساده المشاهدين اكثر عن موقع العياده ومواقع التواصل الاجتماعي للسعاده الدكتور رائد عبد الحليم جوده لاي استعلامات او استفسارات. الدكتور رائد جوده استشاري طب وجراحه العظام، العياده في جبل عمان خلف فندق الرويال ومقابل مستشفى فرح، مجمع السخاء البناء رقم 21. الطابق الاول والى هنا اعزائي المشاهدين تنتهي حلقتنا لهذا اليوم وكان معنا احد الكفاءات الاردنيه التي طالما نفتخر بهم بوجودهم بيننا سعاده الدكتور رائد عبد الحليم جوده وهو اشهر من ان يعرف اسلام. سعاده الدكتور انا بتشكرك لاستقبالك الرائد لنا ودعمك برنامج انجازات وطنيه والى هنا اعزائي المشاهدين انتظرونا بحلقه جديده كما عودناكم ودمتم بامان الله